مساء الخير على كل مشاهدينا وحلقة جديدة، حلقة يوم الاثنين من برنامجكم من يجدها. زي ما متعودين كل يوم اثنين بنكون معاكم فقرتين، الفقرة الأولى بتكون خاصة بالأولاد وتربية الأولاد، الفقرة الثانية بتكون تأملات في سفر الأمثال. هنكون معاكم على الهواء مباشرة لمدة ساعة كاملة، منتظرين أسئلتكم وتليفوناتكم واقتراحاتكم، ولو حد عنده سؤال في المواضيع اللي هنتكلم فيها النهاردة ياريت تتصلوا بينا على تليفونات البرنامج. خلوني في البداية أرحب بزميلتي سالي. أهلا بك يا سالي. أهلا بك يا ميربت. قضيتي أجازة سعيدة، ويك أند سعيد؟ تمام. وانتي؟ كله تمام. كله تمام. بنرحب طبعا بمشاهدينا الأول. والنهاردة ميربت زي ما أنت قلتي بنتكلم يوم الاثنين في الفقرة الأولى عن حاجة تخص الأطفال أو التربية أو مشكلة بتواجهها الأسرة مع ولادها. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي، هو التبول اللا إرادي عند الأطفال. الحقيقة إنه في سن معين كده بنحتاج ان احنا نشيل الدايبرز من الاطفال او الحفاضات من الاطفال علشان يبداوا يعملوا كنترول على نفسهم شويه، انه يعرفوا امتى يقدروا يعملوا التواليت بالشكل الصحيح، سواء التواليت العادي او البراز او التبرز. خلينا نتكلم النهارده على التبول اللا ارادي. احنا مش بنتكلم في اي حاجه تانية النهارده، هنتكلم عن التبول لانه امهات كتير جدا بتشتكي ان ولادها أثناء النوم بيحصل لهم تبول لا إرادي حتى لو سنهم كبير شوية. أمهات كتير جدا بتشتكي أنه ساعات كتير وقت اللعب، وقت الحركة، وقت الضحك بيحصل لولادهم ما بيركزوش، عايزين يدخلوا التواليت ولا لأ. احنا عايزين نعرف النهاردة إمتى أقول على اللي بيحصل لابني أو بنتي أن ده تبول لا إرادي، في سن كام أتعامل معاه إزاي، إمتى أقدر أو إمتى أقرر أني هودي ولادي عند الدكتور. ده اللي نعرفه النهارده. هيكون معانا يا سالي عشان يكلمنا في الفقره دي، هيكون معانا دكتور نزيه وصفي استشاري المسالك البوليه والتناسليه وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه. هيكون معانا كمان فقره تاملات في سفر الامثال. حقيقه فقره تاملات ايات من الاصحاح الثاني هيكلمنا عن كلمه ربنا ومعرفه كلمه ربنا. هي كلمه ربنا موجوده وربنا اداها لنا، لكن من له اذنان للسمع فليسمع. الانسان هو اللي المفروض يفتش عن كلمة ربنا. لازم نعمل احنا مجهود الاول، الخطوة الاولى، وبعد كده الروح القدس بالتأكيد هيدينا الحكمة ازاي نفهم كلمة ربنا. هو ده اللي هنتكلم فيه معاكم النهاردة، هنتأمل في سفر الامثال. هيكون معنا مين يا سالي؟ هيكون معنا في الفقرة دي استاذ مرو السامي خادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالمطرية، هيكلمنا عن الجزئية الخاصة بالموضوع ده، مخافة ربنا زي ما قالت ميرفت. بس اسمحوا لنا طبعا في بداية الحلقة النهاردة نخرج لفاصل صغير جدا او تقرير مع الامهات، ونرجع مع حضراتكم عن التبول اللا ارادي في فقرتنا الاولى مع دكتور نزيه، فانتظرونا. نفسيه الطفل، نفسيه الطفل هي اللي بتخلي يعمل كده، لان لازم يكون في سبب نفسي عنده. ممكن يكون متضايق من حاجه، ممكن يكون انت مش مواجهه للصح، بينام زعلان، بيبقى ضغوط من البيت، ممكن معامله مش كويسه، والاذى البدني يعني لو ضرب او حاجه زي كده، الضغط والخوف. ممكن تكون حاله نفسيه ده شهور يعني لو قررت كتير، لكن غير كده ممكن تكون مثلا الولد خاف من حاجة معينة، يعني خد برد وهو نايم، دي حاجات بتبقى حاجات عارضة يعني كده. لكن اللي هو التبول ده إرادي المستمر، لا دي حالة نفسية، يعني اعتداء على طفل، ضرب، إهانات، الماما بتكرر الموضوع قدام الناس. يعني لو ماما وقفت قدام الناس وهي قاعدة في أي حوار، لا ده بيعمل وبيعمل وبيعمل، لا الموضوع ده بيتكرر. حتى لو يعني الولد هيعمل كنترول على نفسه، لا يعني هيستمر فيه. في اسباب مرضيه وفي اسباب نفسيه. لو مرضيه دي بنحاول ان احنا نعرضه على دكتور وبنشوف هل دي ليه اعراضها وكده. اما لو كانت اعراض نفسيه دي بتكون ناتجه عن الام، ممكن تكون بتضربه، بتحرجه قدام الضيوف كده، فدي بتعمل نفسيا مع الولد. او ان هو مثلا انطوائي ما بيعرفش يتصرف مع اصحابه. حاولي تشوفي ايه اللي بيضايقه،
حاولي ان انت تاخديه زي ما يكون فعلا انت بتقولي له حاجات بسيطه زي ما يكون بيمشي. يعني لو مثلا 3 سنين ولا 4 سنين هتتعاملي معاه كانه لسه بيبحي بيزحف، فلازم ان احنا نشوف الطفل ايه اللي مضايقه ونعالجه، نصاحبه نصدقه تخرجيه تعاملي ان هو كبير مش صغير، تشاركي معاكي كل حاجه. هو الموضوع بيبقى صعب، الموضوع مش سهل، يعني الام تطبطب تحن تعامل معامله كويسه تحاول تطمن، لان الموضوع بياخد وقت مش سهل. ما تزعلوش قدام الناس، تطبطب عليه كده، ممكن توديه لدكتور، ممكن يكون مرض نفسي من جوه. المفروض ما فيش تعنيف ولا حاجه، احنا بناخده بهدوء، بنعرف ايه كده، لو كانت نفسيه بنحاول نهديه، ناخده نشوف تعبان من ايه كده. اما لو استمر الموضوع دوت بناخده بنعرضه على الدكتور. اول حاجه ان هي ما تتكلمش في الموضوع دوت ولا قدام الولد ولا قدام الضيوف، دي اهم حاجه. طبيا هتقعد مع الولد الاول تتكلم معاه وتحاول تستدرجه بالراحه، يعني هي لو الموضوع خوف تفضل تشغل مخها وتتفرج عليه قبل ما ينام، تستدرجه بالكلام لما حد ضربه، تحاول تشوفه اي اعتداء مثلا. بنرحب بكم مرة تانية بعد التقرير. شفنا في التقرير آراء الأمهات في موضوع التبول اللا إرادي، وشفنا إنه ممكن يبقى بسبب الأمهات نفسهم، بسبب إنهم بيتعاملوا غلط مع ولادهم مثلا، ممكن يبقى الطفل عنده حالة نفسية في بعض الأوقات. في بعض الأمهات قالت إنه ممكن يبقى حاجة عارضة مثلا حصلت. احنا كل الحاجات اللي اتقالت في التقرير دي حابين نتكلم عنها تفصيليا مع ضيفنا اللي مشرفنا جدا وجوده معنا النهاردة، دكتور نزيه وصفي استشاري المسالك البولية والتناسلية وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفنا ونورنا. شرف لي. بداية كده خلينا نتكلم على التبول اللا ارادي عند الاطفال، يعني اولا كده يعني لغاية أو من أول سن كام أنا كأم أقدر أقول إن ابني احتمال يبقى عنده تبول لا إرادي؟ هو فكرة طبعا في البداية إن الطفل بيبقى بيتبول على نفسه، فطبعا بنحط البامبرز وبنحاول نخلي الأم تعود البيبي في الفترات الأولى على البوتي تريننج، فطبعا بيبتدي يتحكم في التبرز الأول، وبعد كده بيبقى المرحلة اللي بعد كده التحكم في البول. ده من سن كام؟ فالتحكم في الستول من سن كام يا دكتور؟ البوتي تريننج التحكم في البراز بيبتدي يعني على سن يكون تحكم في التبرز سنه. بالنسبه للتبول من 3 سنين، 3 سنين المفروض يكون ابتدى يتحكم في التبول. من 3 لـ5 المفروض يعلموه البوتي تريننج بقى، لانه الفترة دي بيحصل تطور في الجهاز العصبي بتاعه في التحكم. معلش تاني أعيد بس كلام حضرتك مرة تانية، يعني الأم تعودت الطفل على أنه يعمل كنترول شوية أو أنه تخلي موضوع البراز متظبط أكتر من سن سنة؟ لا، يعني هو من سنة المفروض الطبيعي البيبي يقدر يتحكم في التبرز. بس مش سنة ده صغير قوي يعني؟ يعني بداية، لكن ممكن سنة لسنتين، يعني الفترة دي ممكن ايه البيبي يقدر يتحكم في التبرز. تمام. طبعا في فرايتيز، في اطفال بيتمد معاهم الموضوع، لكن انا قصدي ان احنا بعد كده نحاول نعود الطفل على البوتي تريننج في الفترة دي، والتبول برضو نعوده في الفترة اللي هي من 2 لـ3 سنين يبتدي ايه يتحكم في التبول. لكن انا يعني من اول السن ده او من سن 3 سنين مثلا اقدر اقول مثلا ان ابني عنده تبول لا ارادي، ولا في سن اكبر من كده شويه يخليني كأم ابدا اشك شويه وابدا اقلق انه لا كده مفيش تحكم في موضوع البول او التبول بشكل عام؟ فمن سن كام بالظبط انا كأم ابدا اقلق شويه؟ بالنسبه للتبول من سن 3 سنين نديله مجال ان هو التبول لا ارادي مبقاش مستمر على طول،
يعني المفروض نعمله بوتي تريننج، يعني نقول له انك انت لو حسيت نقعده على البوتي ونخليه يتعلم ازاي يتبول، ونقول له نصايح ونطمنه. لكن من 3 سنين لـ5 سنين بيبتدي الجسم نفسه بيتطور ويحصل له ديفلوبمنت، وجهاز العصب بتاعه يزود التحكم. يعني على سن 5 سنين بيتبقى حوالي 20% ما بيقدرش يتحكموا في التبول. يعني اغلب الاطفال على سن 5 سنين 80% منهم بيتحكم في التبول. يفضل ال 20% على سن 6 سنين يبتدي ال 20% توصل ل 10% اللي يستمروا لسه في التبول الارادي. ومعنى التبول الارادي ان هو ما بيقدرش يتحكم في انه يمسك نفسه وهو نايم فترات على طول طويله. من 6 سنين نبتدي نقلق شويه فناخد راي الاطباء. وبعدين التبول الارادي التبول الارادي ليه نوعين، في البرايمري اللي هو الاولي، وفي اللي هو الثانوي اللي هو السكندري. الاولي اللي هو من اول ما ابتدى من ولاده لغايه السن اللي راحوا للدكتور فيه ما بطلش، يعني كل ليله بيتبول. الثانوي ده بيبقى بطل فتره، الفتره دي ممكن تطول 6 شهور وبعد كده يبتدي يرجع تاني، فدي بنسميها اللي هي زي انتكاسه او التبول الاراضي الثانوي. طبعا دي لي اسباب نفسيه واسباب عضويه. الاسباب النفسيه مثلا انه جه بيبي جديد في الاسره، فهو بيقلد اخوه الصغير اللي واخد الاهتمام شويه، انه نفسيته مثلا ابتدوا يعني يهتموا بالصغير وهو ما فيش الاهتمام بيه. طب معلش يعني خلينا نقف كده عند نقطة حضرتك بتتكلم انه احتمال تبقى نفسية، مثلا جاله طفل تاني في البيت فبيقلد، هو موضوع التبول اللا ارادي ده بتبقى حاجة انا اقدر اتحكم فيها او الطفل يتحكم فيها انه يعمل او ما يعملش؟ لا، هي الفكرة ان هو بيبقى في الباك جراوند بتاعه في العقل الباطن بتاعه بيكون فكرة ان اخوه بيعمل قدامه. ففي عقل الباطن بيعمل كده. لكن ما هو مش اللي هو التبول الارضي الثانوي ليه اسباب كتير، يعني في اسباب عضويه مثلا زي التهابات البوليه، يعني الطفل يحصل له عنده التهاب في البول فيحصل انه المثانه بتضطرب فيحصل تبول لا ارادي. في اضطرابات هرمونيه، يعني مثلا في هرمون بيسموه الانتي دايتيك هرمون اللي هو بيمنع كميه البول تكتر اثناء النوم، فده بيبقى الافراز بتاعه قليل في الطفل فيحصل ان البول يبقى كتير بالليل. وفي انواع نتيجه انه حاجات تشريحيه، يعني مثلا يكون المثانه بتاعته صغيره ما مش قادره تستحمل كميه البول اللي نزلها. فطبعا بايه اول ما توصل لكباسيتي معينه حجم المثانه صغير فايه يتبول على نفسه. وفي اسباب تانية ليها علاقه بالنوم ومشاكل النوم. يعني مثلا في بعض الاطفال عندهم مشاكل في توقف النفس اللحظي في النوم، او اللي بيسموه النايت ميرز اللي هو الاحلام اللي بتخوف. في اسباب كتيره في مشاكل النوم بتاثر على الطفل فبيحصل التبول الارادي. طب انا في سؤال كانوا دايما بيسالوه انه فكره التبول اللا ارادي دي معناها انه بس الطفل يتبول على نفسه لا اراديا بالليل بس هو نايم، ولا كمان ممكن تطلق على طفل بيتبول لا اراديا على نفسه يعني وهو صاحي او على مدار اليوم؟ فخليني بس اخد راي حضرتك في الموضوع ده بس بعد ما ناخد التليفون اللي معانا. معانا ام توماس من المنيا. الو 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 ايوه اتفضلي يا ام توماس اتفضلي معاكي. ماشي. لا استاذنك توطي التلفزيون تسمعيني من التليفون، احنا معاكي على الهواء. ماشي. اتكلمي يعني على طول؟ اتفضلي الدكتور معاكي. ماشي. الو مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. انا معايا توماس عنده 4 سنين. فبيعمل كان بيعمل حمام على نفسه بس حمام بالدي يعني مش ميه. وهو نايم يعني يا ام توماس؟ لا مش هو نايم يعني هو صاحي. وهو صاحي. بيعمل حمام براسه يعني على نفسه.
براز. طب انا وديته للدكتور من شهر فاداني كتب لي على علاج يعني وكده، فهو ابتدى ان هو يتحسن شويه، وكان كمان عنده مشكله ان هو عنده تاخر في الكلام، فهو قال لي ده عنده فرط حركه وعنده تاخر في الكلام. يعني هو الدكتور اللي انت عرضتي ابنك عليه قال لك ان توماس عنده فرط حركه وعنده تاخر في الكلام، واداكي ادويه علشان التبرز اللا ارادي، مش كده؟ ايوه. طيب حضرتك عايز تسال على حاجه؟ هو التبرز اللا ارادي ده ما لهوش علاقه بالتبول اللا ارادي. بس هو ليه علاقه برضه. هو مش تبول يا دكتور، يعني هو براس بيعمل حمام براس. تمام. طيب لكن هو في التبول يعني ما عندوش مشكله؟ لا التبول لا عادي، يعني يخش الحمام يعني كده. طيب خلاص، شكرا لحضرتك جدا، والدكتور هيرد على سؤالك. طب ممكن يا دكتور طيب العلاج اللي هو ادهولي دوت كتبهولي يعني ممكن ياثر على مخه وكده ولا مش هو الدكتور مش عارف العلاج اللي الدكتور بتاعك كتبهولك ايه، فمش هيقدر يقول لك، يعني ممكن تسيبي اسمه. طب بابا يعملوا له يعني. طيب بابا يقولوا له يعني كده تليفون. ممكن تسيبي يعني هنرجعك تاني للكنترول روم وهم ياخدوا منك اسم الدواء، ولما نخلص الحلقه هنعرض اسم الدواء على الدكتور ونكلمك مره تانيه. خلاص شكرا لك. هو في خلط ما بين التبرز والتبول. التبول والتبرز، التبرز ده ملوش علاقه بالمسالك البوليه، يعني المسالك البوليه علاقه بالجهاز البولي فقط. تمام. فالتبرز اللا ارادي ده جراحه عامه هي اللي بتشوفها، وبيشوفوا عضلات المستقيم والانر كانال اللي هي بتتحكم في البراز، بيعملوا لها يعني قياسات ويشوفوا القوه بتاعتها ويدوها علاجات يعني. اما التبول اللا ارادي، التبرز اللا ارادي دي يا دكتور يعني انا عارفه مش موضوع حلقتنا، بس عشان نرد على ام توماس، هي مش حاجه مثلا زي التبول مثلا ممكن تبقى ليها اسباب نفسيه، ممكن تبقى اسباب، هي من الاول للاخر سبب مرضي او هي مرض. في الغالب بيبقى هي ناحيه مرضيه، اما في عضلات التحكم يا اما في الاعصاب الواصله للعضلات. طيب تمام، خلينا بقى ارجع للسؤال اللي سالته لحضرتك، فكره الامهات اللي بتسال انه ابنها بيعمل على مدار اليوم وهو صاحي او عنده تبول لا ارادي وهو صاحي، مش بس هو نايم، يعني وقت اللعب مثلا ما يركزش فتلاقيه مثلا هدومه مبلوله، مثلا وهو قاعد مثلا بيعمل اي حاجه، يعني فكره انه يركز ويقول انا عايز ادخل التواليت او عايز اعمل حاجه مش بتبقى موجوده، فهل ده برضه يطلق عليه اسم التبول اللا ارادي؟ لا، هو النكتورين انوريسز مختلف عن ديورينال انوريسز، يعني تكرار التبول في الصباح او هو صاحي ده مختلف عن النكتورين انوريسز اللي هو التبول اثناء النوم. الفرق ده مختلف. التبول بتاع الصباح ده بيبقى نتيجه ان هو اما بيوزن نفسه جامد قوي ومسانه تتملي، فبيبقاش يتحكم ويوصل للتحكم فيهرب منه البول. هو صاحي يعني بس بيأجل التبول، فهو حتة تأجيل التبول مع مثانة مليان على الآخر هيفوت، فطبعا دي بتحصل مع الأطفال اللي هو يتشغل مع في لعبة أو يأجل التبول فترة. فالأب والأم المفروض ينصح الولد أنه يروح يتبول كل فترة، وفي مظاهر ليه يعني يقعد يحط رجل على يعني كده، يتحرك كتير، يعمل يمسك يعني اي حاجه بحيث ان تلفت النظر ان هو بقاله مده ما تبولش، فيحصل ان هو تبول، او يكون نتيجه التهاب عنده في البول، او عيوب في الطهاره او عيوب خلقيه، فكل ده بيخلي ان التفريغ البول مش سليم. فطبعا يعني مثلا فتحه الاماميه بتاعت التبول ممكن تكون ضيقه، فهو بيروح الحمام يفرغ بس بيبقي جزء، فبعد شويه ينزل على نفسه، ينزل كميه من البول. ده فعلا حاجه مختلفه. او عيوب طهاره في التساقات اللي بتحصل بعد كده، او مثلا يكون في التهاب في الجهاز البولي زي ما قلت لك. في عيوب خلقيه كمان اللي هي الحالب يكون مكانه مش مظبوط، كل الحاجات دي بتتصلح يعني. فاللي هو دايما بتاع الصباح ده يا اما البيهيفير بتاع الطفل مش مظبوط، او تعليمات الاب والام مش واخدين بالهم، يا اما يكون في حاجه عضويه بقى. حاجه عضويه. تمام. طيب التبول الليل لا، ده ليه علاقه بالاعصاب، التحكم في المخ والاعصاب الوصل للمثانه، ودي بتنمو بالتدريج مع السن. يعني كل فتره زي ما قلت لحضرتك لما بيوصلوا
لخمس سنين حوالي 20% بيتفضلوا موضوع التبول الارادي، على ست سنين بيوصلوا 10%. ده لو كان السبب عضوي مش كده؟ لكن في طبعا اسباب نفسيه. لا ده شق تاني، لكن الاسباب العضويه او النمو الطبيعي بتاع الطفل على مثلا 12 سنه بيوصلوا 3% من اللي هو بيشتكوا في الموضوع ده، على 18 سنه 1%. فهو في تاخر شويه للناس اللي هو في 20% او 10% او 3% في النمو التحكمي او العصبي بتاع التحكم في التبول. تمام. طيب معانا تليفون تاني، معانا ام فيلوباتير. الو. طيب التليفون قطع، نحاول تكلمينا تاني. طيب في ناس بتقول يا دكتور انه الاطفال اللي بيتبولوا لا اراديا بالليل هم نايمين، يعني بيبقوا معظمهم نومهم تقيل. ده فعلا معلومه صح ولا ملهاش علاقه يعني مش صحيحه تماما؟ لا، معلومه برضو بيبقى فيها جزء، وحتى بعض الادويه بعض ادويه بتنبه شويه الطفل بحيث يبقى نومه خفيف شويه. بس النوم التقيل ده مش شرط حاجه مرضيه، ممكن هو يكون هو بيلعب كتير ويرهق خالص فبينام. يعني بيحصل هو نايم في الظهر مثلا يحصل يتبول على نفسه. أيوه. نتيجه انه فرط حركه وبيتحرك كتير وتعبان. في حالات بتيجي نتيجه عدم انتظام التنفس، اللي هي مشاكل التنفس اثناء النوم، فبتقلل الاكسجين اللي واصل للمخ فبتقلل التحكم للمثانه. والنوم التقيل عامه بيخلي العضلات اللي هي بتقفل وتتحكم في البول بتريلاكس، يعني بترتخي، فيحصل ايه؟ ان البول ينزل. فالنوم التقيل بيجي معاه الحته دي عشان العضلات اللي ماسكه البول بترخي. طيب احنا معانا تاني تليفون، ام فيلوباتير. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير. ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. عندي ابن انا فيلوباتير يا دكتور، 4 سنين. بقومه بالليل بيعمل حمام، الوقت اللي انا ما بقوموش فيه ممكن الصبحيه يبقى نايم يعمل حمام على روحه مره واحده. وفي النهار بيعمل كل خمس دقايق بيخش الحمام، بيعمل حمام بول على طول. لكن هو بالليل بس ممكن مره واحده. فده بيبقى سبب عدوي ولا سبب نفسي؟ لان انا عصبيه شويه معاه. هي عصبية شوية، انت يعني عصبية في ردود افعالك لانه بيعمل او عنده تبول لا ارادي، ولا انت عصبية في العموم؟ سبب عدوي ولا سبب نفسي؟ لا، انا اللي اقصده انه انت بتقولي انا عصبية شوية، ممكن تبقى سبب نفسي، لانه انت عصبية في ردود فعلك لما بيعمل كده، ولا انت عصبية في العموم؟ لا، عصبية في العموم، مش في ردود فعل ان هو بيعمل كده، مش بيعمل حمام يعني. طيب خلاص دكتور هيرد عليك. يعني هو ما بيعملش دايما، يعني ممكن ليله وليله، الليله اللي بقوم فيها بالليل بيعمل حمام معايا عادي. بس الصبح ممكن يبقى نايم يعمل الصبح وهو نايم. تمام، اوكي. خلاص دكتور هيرد على حضرتك. هنرد عليها بس هناخد تليفون تاني. معلش. مدام ماجدة، الو. الو. ايوه. استاذة ماجدة. ايوه. اتفضلي يا فندم. ماشي. احنا معاكي على الهواء. الو مساء الخير. مساء الخير. تتكلمي معايا؟ ايوه اتفضلي يا فندم. انا بشكرك اولا على البرنامج الجميل ده خالص، صراحه برنامج جميل، انا بحبه خالص وبيفيدنا خالص، ربنا يعوض عنكم. بس حابه اسال الدكتور على ان انا عندي ابن يعني 14 سنه، من ساعة ما اتولد برضه بيبقى يعمل تبول إرادي، وديته عند الدكتور كشف إرادي بيقول لي مثلا عصبية وكده، فبياخد عليه الجن لمدة تاني 3 شهور. فأنا دلوقتي يعني بديله علاج مستمر، بس أوقات يعمل وأوقات لأ. وعندي أخوه برضه 9 سنين ونفس النظام برضه، بس مش كتير، قليل خالص. وعندي برضه طفل تاني عنده 5 سنين، ده على طول برضه يعني كل يوم ممكن بغير له بالليل والصبح برضه نص يوم، يعني بقالي 2 مرات الفن دي. فانا عايزه حد الدكتور يعني يشوف ايه الاسباب، يعني يمنع الموضوع ده. وانا مش منوع ان بضرب مثلا او بخوف نهائي خالص، انا ممكن اشخط وكده على الغلط، فانا مش عارفه في المشكله في ايه بالظبط. طب يعني استاذه ماجده، حضرتك عندك ابنك الكبير 14 سنه عنده تبول لا ارادي وبتدي له دواء الدكتور اداهولك لمده 5 شهور، تمام؟ 3 شهور. 3 شهور تمام. وابنك اللي في النص 9 سنين وعنده نفس المشكله.
بس مش كتير زي كان زي الكبير يعني، بس مش كتير، بس برضه بيعمل يعتبر كل يوم او يوم يوم او يومين كده يعني، بس تمام. شغال برضه مستمر. والطفل الاخير عنده 5 سنين ده عنده تبول لا ارادي على طول مستمر؟ اه ده على طول اي بغير له مرتين مثلا بالليل كده. فانا عايزه عشان الموضوع ده صراحه انا اتاكد انه هم نفسيا ودراستهم وبالذات ابني الكبير برضه، عشان عايزه اريح نفسيا. فانا مع الدكتور كويس وبحاول احسن معاه يعني ظروفه كده عادي، الامور عاديه وكده، بس عايزه احقق حل يعني. تمام خلاص الدكتور هيرد على حضرتك. شكرا. طب نرد الاول على ام فيلوباتير. الجزء الاولاني انا شايف انه الصبح وبالليل، فهو ممكن يكون في شق عضوي وشق نفسي. لازم لما بيشتركوا الاثنين لازم نعمل فحوصات طبعا، نفحص الطفل وبعد كده نعمل شويه فحوصات من اشعاعات وتحاليل نعرف في عيوب خلقيه في التهابات. لكن الشق النفسي مهم قوي في الموضوع ده، انه لازم نشجعه وما يبقاش في عصبيه، لان الموضوع ده بالذات التبول الليلي مش بايديه يعني، بيبقى في جزء ان الجهاز التحكمي بتاعه لسه ما النمو بتاعه بيستمر. فالشق النفسي مهم قوي ان احنا ما نشخطش فيه، ما نتنرفزش عليه، لا ناخده ونشركه في المشكله لما نحسسه ان هو بالذات في السن الكبير يعني من 14 سنه، واحد زي 14 سنه او 12 سنه. لا هي المشكله الاولانيه بتاعت ام فيلوباتير عنده 4 سنين. من 4 سنين نقول له ان ده مش صح، لكن بطريقه مش فيها تأنيب، ونقول له لا ننظف مكان ما عملنا، يساعدنا في التنظيف، نشجعه ان احنا لا ناخد لبالنا. بيبقى في شويه حاجات طبعا تعليمات نقولها قبل ما نبتدي العلاجات، اللي هي طبعا لازم نقلل شرب السوائل عامه قبل النوم ب3 ساعات عشان كميه البول تقل. النقطه الثانيه ان هو قبل ما يدخل السرير بتاعه وينام لازم يكون مفرغ المثانه في الحمام، ولو قعد نص ساعه بيلعب جيمز او كلام زي كده ده ممنوع المفروض، يرجع تاني يدخل الحمام ويفضل المثانة عشان ينام والمثانة فاضية. من غير ما اقطع كلام حضرتك، احنا بس الفكرة عند ام فيلوباتير ان فيلوباتير نفسه بتقول ان الصبح كل 5 دقايق بتدخل يعمل يعني عنده تبول كل 5 دقايق. هو صح هو يعني بيدخل التواليت. دي الجزئية اللي قلت لك انها فيها شيء عضوي محتاج فحوصات. تمام. من تحاليل واشعاعات. تمام. انا عايزه انا اللي اقصده انه الموضوع العضوي ده لو هو عنده مشكله يبقى ليه علاقه بالتبول اللا ارادي بالليل، لان هو كده عنده كميه البول كبيره. ما هيزوده يعني. لازم نكتشف الاشياء العضويه والنفسيه ونعالجها. لو في التهاب نعالجه، لو في مثلا صغير نحاول ايه نعوده ان هو صاحي يزنق بالبول شويه بحيث يوسع المثانه. بالنسبة للحاجات النفسية نحاول نهدي معاه، نعالج المشكلة بطريقة مظبوطة وبحكمة، ونديله الثقة في نفسه عشان هو بيحس ان هو اقل من غيره وكمان كده، لا نشجعه ان هو هيبقى افضل. فهو الحالة الأولانية ل4 سنين دي لازم نشوف فحوصات ونفحص الطفل ونشوف فحوصات وأشعاعات ونشوف العامل النفسي ونبتدي مع خطوات اللي هي التعليمات اللي كنت بقولها لحضرتك دلوقتي، ان منها عدم شرب السوائل، ان يدخل الحمام، ان هو ما ياكلش الحاجات السكريه بالليل لانها بتزود كميه البول. الحاجات المسكره تزود البول. طبعا. والحاجات المنبهات. النقطه الثانيه للمواد الحافظه، كل العصاير والشيبسي والحاجات اللي مش مفيده دي كلها في مواد حافظه بتزود كميه الاضرار في البول. فعلا. فالنقطه الثانيه في الاطفال الصغيرين شويه يحاول الاولدين يساعدوه انه يصحوه بعد ساعه او ساعتين يروح الحمام يفضي المثانه بحيث انها ينام تاني، يبقى في فرصه لغايه ما يصحى. تمام. يعبي الجزء. طيب. استاذه ماجده اللي عندها 3 اولاد. هو الفكره انه في 3 اولاد في الغالب الوالدين عندهم مشكله، وبالدراسات كده في وراثه يعني. في الدراسات اثبت ان في جين مسؤول عن الموضوع ده، انه من الام ولا من الاب ولا متفرقش. يا اب يعني متفرقش. وفي الغالب بيبطلوا وقت ما زي والدين هم بطلوا في التوقيت بتاعهم. يعني بيبقى في عامل وراثي في او فاميلي يعني بيبقى ماشي في الحالات اللي هتلاقي كل كده.
ففي الغالب الاب والام بيبقى برضه عندهم مشكله انه تحكموا في التحكم في البول متاخر شويه. فالعامل الوراثي موجود في الحته. بس 14 سنه ده رقم كبير قوي يعني سن كبير قوي. ده من 3% الباقيين. احنا قلنا لما بيوصل ل 12 سنه بيوصل 3% تقريبا. فده بيحتاج ان هو يتفحص كويس طبعا نشوف المشاكل الصحيه بتاعته ويتفحص نفسيا برضه لان ممكن يكون مع طول المده ابتدى يفقد الامل يعني محتاج تعضيد نفسي شويه. مع لو في التهابات او عيوب خلقيه او مشاكل في طهاره او اي مشاكل في جهاز بول نعالجها ونبتدي نديله علاجات بقى وما نديش علاج فترات صغيره لا ندي فترات ابعد شويه. هي قالت ان العلاج لمده 3 شهور. 3 شهور ونسحبه اسبوعين ونشوف الوضع ايه. تمام. وبعدين نشوف وحسب الحاله بنحدد الجرعه. تمام. يعني لو ما استجابش للجرعه دي لا نزود الجرعه شويه لكن في حدود للجرعه طبعا. بمساعدة التعليمات اللي بنقولها يعني مش بس دواء. والطفل الأخير اللي عنده 5 سنين ده اللي بتقول كل يوم بيعمل يعني هي طبعا لو هو الوحيد كان ممكن نقول لها اصبري عليه وعلميه اصبري عليه لغاية ما يوصل 6 سنين في الغالب لكن لو في فاميلي هيستوري او في العامل الوراثي ثلاث ولاد في البيت في نفس الحالة يبقى الموضوع محتاج يبقى فعلا محتاج اعمق شوية يعني من سن 3 لـ6 سنين دي يا دكتور الاب والام عليهم ايه بالظبط يعملوه مع الولد او البنت؟ يشجعوا الطفل ان هو المفروض يبطل ده وان ده يعني المفروض نتعلم اول ما نحس بالتبول ان احنا نروح الحمام يعني زي ايه انا زعلت منك يعني مش تانيب وبتاع يعني بحيث ان لانه في ردود افعال الام ممكن تضرب او تزعق جامد ده بيحصل ايه بقى ده يعمل ايه ده يعمل انتكاسه يعني ما يعالجش ده يعمل انتكاسه الموضوع عايز سياسه وعايز تدريب لموضوع التبول والاحساس بيه والتشجيع انتوا مثلا نعمل جدول النهارده انت ما عملتش نشجعك نجيب له حاجه حلوه او كلمه كويسه لما يعمل ما اقعدش اقول انه بيعمل قدام كل الناس وبعدين في كمان الرساله السلبيه مثلا الام تقول انا بتكلم واحده صاحبتها ولا بتاع انا احترت مع الواد ده او بالظبط مش عارف اعمل ايه يعني بتوصل له رسائل سلبيه من غير ما هي تعرف فهي المفروض ما يتكلمش على الموضوع ده يبقى حاجه سكرت ما بينه وبين الطفل تمام ونشركه في المشكله الناس ازاي نحلها وطبعا دي برضو نقطه الطبيب ان هو لما يجي له الطفل يشجعه ويسنده ويعمل له تشارت كده ويقول له التعليمات ويبتدي معاه علاجات حسب حاله كل واحد. طب يعني في سؤال كده كان بيتسال الدكتور يعني الطفل هو اللي يقوم بالليل يقول انا عايز ادخل التواليت لان في اطفال بتبقى حاسه ان هي لازم تخش التواليت بس بتكسل يعني كان في ام بتسال انه بنتها بتكسل تقوم تدخل التواليت فبتقرر انها مش هتدخل فبتعمل بيحصل تبول. لا دي جزئيه عايزه يعني تصليح السلوك نفسه او الكونسبت نفسه ان احنا ما دام نحس بالتبول لازم نقوم. كده هنزعل بالليل انا اللي اصحي الطفل ولا الطفل المفروض يتعود يصحى لوحده؟ ما هو الفكره ان هو جهاز العصب يبتدي ينمو لو استمر لا نبتدي نساعد بالتعليمات اللي قلناها وبان احنا نصحيه بعد ساعتين انا اللي اصحيه ما سيبوش هو لما يحس يقوم هي في نقطه ثانيه كمان بيستخدموا حاجه اللي هي الالارم يعني بيبقى في جهاز بيركب في الاندر وير يقيس الرطوبه اول ما يحس بنقطه نزلت يدي الارم في الاول في بدايه الاطفال الصغيرين الالارم ده يصحي الاب والام فيروحوا ايه يصحوه عشان يكمل التبول تمام وفي نوعين من الالارم ده في الارم بالسلك بحيث ان هو يتحط زي سنسور في الاندر وير وبيتعلق في ده كهرباء يعني ولا ده ايه بسلك يعني ببطاريه او حاجه كده طب ده مش مؤذي على على المكان ده عند الطفل لا خالص وبعدين لانه بتحط سنسور مش كهرباء يعني تمام بيقيس الرطوبه اول ما يحس بالنقطه تنزل بيدي الارم وبعد كده الطفل لما يكبر هيحس بالارم فهيبتدي ايه يقوم طب احنا لازم نختم بس احنا جالنا سؤال على الصفحه الخاصه بالبرنامج على الفيسبوك كان في احد الامهات استاذه ايريني او مدام ايريني بتسال انه المفروض انه حجم العضو الذكري عند الطفل يبقى كام سنتي حسب سنه العمري ليه مقاييس طبعا
يعني في البدايه مثلا السن اللي هو بنتكلم فيه اللي هو من 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 اول من 3 ل 6 سنين مثلا بيبقى المفروض الطول قد ايه كم سنتي؟ الفكره ان هو الجسم بالنسبه للاعضاء التناسليه بيبقاش النمو بتاعها واضح في البدايه، النمو بيبتدي عند البلوغ، فيبتدي الاعراض التناسليه تكبر عند سن البلوغ للطفل. كويس. فاللي بيحصل ايه؟ انه الجسم بيكبر والاعضاء التناسليه زي ما هي. أيوة. لسه ما كبرتش. أيوة. فيقولوا انها بتصغر، لا هي لسه وقتها ما كبرش. فطبعا لما يجي سن البلوغ يبتدي الاعضاء دي بقى تاخد الحجم بتاعها الطبيعي. ايوه، بس ساعتها لو الام اكتشفت مثلا انه في سن البلوغ انه مش ده الحجم الطبيعي، مش يبقى الوقت فات على علاج مثلا، ولا بيبقى الموضوع ممكن يتعالج؟ لا، في فتره البلوغ بندي علاجات مساعده بحيث بس ما تاثرش على نمو الطفل، عشان ممكن توقف الطول بتاعه. طب ما ليها توقيت معين وليها طريقه معينه. في بعض الامهات قالوا في الموضوع ده انه بعض الدكاتره لما عرضوا ولادهم عليه قالوا انه ممكن تبقى نسبه الدهون عاليه شويه، فبتغطي او بتقلل من طول العضو الذكري عند الطفل، او يبقى في مشكله مثلا في عمليه الطهاره مثلا او الختان. سوري. طبعا الطفل الاوبيز اللي هو تخين الحاجات دي هتبقى متغطيه اكتر من الطفل اللي هو عادي، يعني جسمه عادي، يعني برضو الدهون بتغطي على العضو، بس العضو نفسه بيبقى مقاسه من وقت الولادة زي ما هو. طب لو في مشكلة في الختان؟ الختان بقى الدكتور هيشوفه إذا كان في التصاقات أو في جلد زيادة بيتشال. يعني دي ممكن تبقى برضو مشكلة أحيانا بيبقى ما هي العملية التجميلية بس. لكن في بعض حالات بتحتاج إعادة الطهارة لأنها بتعمل التهابات حوالين الرأس القضيب. تمام. فطبعا دي في كل الدكتور هو اللي يحدد اذا كانت تحتاج تدخل ولا لا. تمام. جميل. دكتور نزيه وصفي استشاري المسالك البوليه والتناسليه وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، بشكر حضرتك شكر جزيل على معلوماتك القيمه وعلى وجودك معنا النهارده. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. ونشكر طبعا كل مشاهدينا على متابعتكم للفقره دي النهارده وعلى اسئلتكم اللي هي يعني مهمه وبتثري الحلقه بتاعتنا جدا، ونشكر طبعا كل الناس اللي بيشاركوا معانا من خلال صفحه البرنامج على الفيسبوك. حلقتنا معاكم لسه مكمله، هتكمل معاكم ميرفت وتأملات في سفر الأمثال عن مخافة الله بعد الفاصل. ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة، كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء، المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبولها إلى الأخيلة، كل من دخل إليها لا يرجع ولا يبلغون سبل الحياة،
حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها. الله لينا هي السراج، هو النور اللي بنمشي عليه، هو النور اللي بينور حياتنا، لكن ازاي نجد هذا النور؟ ويمكن الكتاب المقدس بيقول لنا من له اذنان للسمع فليسمع. احنا لينا دور ازاي نجد ونفتش عن كلمة الله، وبالتأكيد بمجرد ما نلاقيها مش هنكون لوحدنا، في معونة من الروح القدس هتقدر تساعدنا او هتساعدنا علشان نفهم كلمة الله. خلينا النهاردة نتأمل في آية من 5-9 في الإصحاح الثاني من سفر الأمثال. لكن بداية خلوني أرحب بضيفي اللي بيشرفني، المهندس مورو سامي الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالمطرية. أهلا بحضرتك باشمهندس. أهلا بحضرتك يا أستاذة برفت. باشمهندس خلينا في البداية، الآيات بتكلمنا عن مخافة الله، نعرف إيه هي مخافة الله، وإزاي الإنسان البسيط الإنسان العادي جدا إزاي يقدر يفهم ويجد ويقدر يمشي في مخافة الله؟ مخافة الله هي رأس الحكمة، زي ما سفر الأمثال بيعلمنا يقول لنا مخافة الله هي رأس الحكمة، وإحنا كلنا اتعلمنا من أبهاتنا ومن مرشدينا، بنقول دايما رأس الحكمة هو مخافة الله. تمام. إزاي الإنسان يسلك بالحكمة؟ يبقى لازم يعرف ربنا ويعرف وصاياه ويعرف هو عايز منه إيه، ويساعده ربنا ان هو يطلب من ربنا ويقول له يا رب اديني الحكمه، زي معلمنا سليمان ما طلب من ربنا قال له اعطيني قلبا فهيما، فاعطاه الحكمه التي نبغ فيها عن كل ابناء عصره، حتى كانوا ياتون ويتعلموا منه الحكمه من مشارق الارض ومن مغاربها. علشان كده الانسان البسيط خالص خالص هيعرف مخافه ربنا، إن هو يعرف وصايا ربنا، يسلك في طريق الكمال اللي عايزه ربنا، ينمو من درجة إلى درجة ليس بتقواه لكن بمعونة ربنا، وده عمل الروح القدس زي ما حضرتك ذكرتي، بنقول ينبع من بطننا أنهار ماء حي. كلمة الله فعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. تمام. طيب زي ما حضرتك قلت مهم قوي الإنسان هو اللي يطلب، لكن إحنا لينا دور زي ما قلت في المقدمة، دورنا إزاي أو إزاي نجد كلمة الله، إزاي نعرف معرفة الله، إزاي نسلك في معرفة الله، لكن قبل ما نسلك إزاي نعرفها أصلا، هنجد فين وندور فين ونبحث عن كلمة الله فين؟ أول حاجة في شروطنا إن إحنا نعرف معرفة الله ومخافة الله وكلمة الله، إن إحنا يكون عندنا القبول، نقبل كلمة الله في حياتنا وفي سلوكنا وفي تصرفاتنا وفي كل أمور حياتنا. القبول ده لأن ربنا دايما بيدي الإنسان فرصة أنه يختار، ربنا ما بيفرضش رأيه على الإنسان لكن بيديله فرصة. أمامك طريقان من البداية، قال له أمامك طريق الحياة وطريق للموت، فالإنسان اللي بيقبل كلام الله بيجري يسعى وراه ويدور عليه ويقراه. علشان كده بيعلمنا الكتاب المقدس يقول لنا فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة. لازم نبتدي إن احنا نقرأ كلام ربنا في الكتاب المقدس بعهديه، العهد القديم والعهد الجديد، ناخد هذا الكلام ونعرف ان هو صالح للتأديب للتوبيخ للتعليم لنطبقه في حياتنا كلها. يبقى لازم نقبل كلام ربنا ونسعى وراه وبعدين نحفظه، وبعدين لما نحفظه هيميل قلبنا الى ان احنا نطبق هذه الوصايا في حياتنا. يبقى احنا كده وصلنا ان احنا نسلك بتدقيق في حياتنا حسب مشيئة ربنا وحسب وصاياه، وفي نفس اللحظة نتضرع ونطلب من ربنا نقول له يا رب ادينا حكمة. تمام. في كل ما تمتد إليه
حياتنا، في كلامنا، في تصرفاتنا، في معاملاتنا. الحكمة مطلوبة معانا في كل وقت، للطالب، للتاجر، للصانع، للشاب، للشابة، للزوجة، للزوج، للأولاد. الحكمة مطلب لكل الناس. تمام، وده اللي الآيات بتقوله، لأن الله الرب يعطي حكمة. الله يعطي حكمة لمين؟ هل الإنسان هو اللي المفروض يطلب زي ما سليمان الحكيم هو اللي طلب الحكمة؟ ولا الله ممكن يعطي حكمة الإنسان لم يطلبها لغرض ما، لخدمة ما؟ علينا إحنا أو دورنا إيه؟ لازم نطلب ولا الله ممكن يديها لنا من غير ما نطلب؟ في العهد الجديد معلمنا يعقوب الرسول بيعلمنا في آية جميلة كده، بيقول لنا من يعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي بسخاء فتعطى له. يعني الإنسان اللي عايز حكمة وبيدور على الحكمة لازم يطلبها من ربنا. إيه هي الحكمة؟ هي معرفة الله. الحكمة بنقول عن السيد المسيح أنه أقنوم الحكمة. يبقى أنا بطلب الله نفسه، بطلب معرفته، بطلب أن ينير طريقي، بطلب أن ينير ذهني. الحكمة ما هياش نتيجة مجهود شخصي، لكن دي عطية ربنا بيديها للإنسان اللي بيتقي الله ويحفظ وصاياه ويطلب منه، يقول له يا رب اديني حكمة كيف أترجم هذه الوصايا وهذه الكلمات إلى سلوك حياتي اليومي. تمام. يذخر معونة للمستقيمين. مين كلمة معونة؟ يمكن أول ما بنسمعها بنحس إن إحنا مش لوحدنا، يعني حتى لما نجد كلمة الله في مين، في حد بيقوينا، في حد بيسندنا. لكن هنا بقى عايزين نعرف مين هم اللي بيكون الروح القدس معونة ليها، مين هم المستقيمين اللي بيقول عنهم سليمان الحكيم؟ هؤلاء المستقيمين هم الناس اللي بيسيروا في طريق الخلاص، بيسيروا في طريق الكمال وطريق النعمة. بنطلب من ربنا معونة وربنا بيديهم المعونة دي علشان أنا لوحدي لا شيء، ما أقدرش أقاوم الخطية، ما أقدرش أقاوم الشرير، أنا ضعفاتي كتيرة وسقطاتي أكتر. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا كده ويعلمنا قوتي في الضعف تكمل. لما أحس أن أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. أنا قوي إمتى؟ بربنا. يبقى أنا لازم أقول يا رب أنا ضعيف وما أقدرش أقاوم الأفعال دي كلها، ما أقدرش أقاوم السقطات دي كلها، لكن أنت يا رب تديني معونة من عندك علشان تسندني. وشفنا كتير في قصص أبائنا القديسين إزاي ربنا بيديهم معونة حتى على حرب الشياطين اللي بيقشعر لها الأبدان، وممكن لو شفناها أو قريناها إحنا كلنا بنخاف ونرتعب، لكن هم كانوا بيواجهوها بكل عظمة وهم ما كانوش حتى عندهم أي سلاح ولا درع ولا حاجة تكفيهم هذا الشر وهذه الحروب إلا معونة ربنا اللي بتملى الكل. شفنا يا باشمهندس يمكن أمثلة معاصرة لقديسين، يمكن الشهداء اللي سمعنا عنهم وشفناهم بنفسنا في الفترة الأخيرة، هم ناس عاديين جدا، لكن قدام لحظة الموت، ولحظة الموت صعبة جدا، لكن قدام لحظة الموت في معونة، معونة الروح القدس كانت بتسندهم وتقويهم. ويمكن دي ترجمة حقيقية عملية للكلام أو للآيات اللي بتتأمل فيها النهاردة. خلينا نشوف الآية بتقول هو مجن للسالكين بالكمال. إيه هو المجن ومين هم الناس السالكين بالكمال؟ المجن ده تعبير عن أداة كانت من أدوات الحرب في الحرب القديمة، كانوا بيستعملوها علشان تقيهم السهام والسيوف والاختراقات والجروح. المجن ده عبارة عن حاجة من الفولاذ كانت بتتحط على صدر وظهر المحارب علشان لما ينزل الحرب ما يتعورش وما تخترقوش السهام ولا السيوف ولا الحراب اللي كانوا بيستخدموها في هذه الحرب. ربنا بيحيط بالناس اللي هم سالكين بالكمال علشان يبعد عنهم الحروب اللي بيصدرها لهم عدو الخير. عدو الخير بيرمينا بسهام الشك، الارتياب،
عدم التدقيق، السهو والخطأ وكل الحاجات دي كلها، السهام اللي بيربينا بيها عدو الخير بتنفذ إلى داخل جسدنا وداخل نفوسنا. لكن مين اللي هيحمينا؟ ربنا. شايف إن إحنا سالكين في الكمال، عايزين نوصل لدرجة أعلى، عايزين نحافظ على الوصايا اللي سمعناها، علشان كده بيدينا هذا المجن اللي هو الحصن أو الحماية اللي بتصد كل سهام الشرير عننا، علشان تحفظنا من السقوط اللي هو بيعدهن عدو الخير. وشفنا ده في سفر التكوين لما ربنا قال لإبرام لا تخف يا إبرام أنا ترس لك، والترس برضو هي أداة من أدوات الحرب، من أدوات صد الهجوم اللي بيبقى على الإنسان اللي بيحارب. تمام، ازاي ممكن بقى نسلك بالكمال؟ عايزين خطوات عمليه، روشته كده روحيه عمليه نقدر بيها نسلك بالكمال، لان الكمال هو الله، هو فقط هو الكامل. لكن ازاي ربنا وهو الكامل الوحيد هو اللي بيطلب مننا ان احنا نسلك بالكمال؟ هو الكتاب المقدس علمنا ان ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله ربنا يسوع المسيح، لما اخذ جسد ومشى على الأرض بقدميه ادانا الصورة الحية والطبيعية اللي احنا نسلك فيها. حتى الألام تألم مثلنا وعاش على الأرض كأفقر إنسان وتولد كأفقر إنسان. احنا لازم نتمثل بهذا الإيمان ونتمثل برئيس الإيمان عشان تكون لنا الصورة. قال لنا أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. أنا بتمسك بكمالي وتمسك بوصايا ربنا، وأقول له يا رب اديني المعونة أنني أمشي في هذه الوصايا، أمشي بهذا الكمال. الإنسان الكامل هو الإنسان اللي يعرف الحق، والحق نفسه ربنا يسوع المسيح جه علشان يشهد الحق، والسيد المسيح نفسه هو الله، هو الحق. علشان كده أنا لما أبعد عن طريق الكمال وأبعد عن الوصايا ومشهدش في حياتي، يبقى أنا إنسان غير ماشي في طريق الكمال. أنا في معاملاتي أترجم الوصية اللي أنا بقراها وبحفظها في قلبي وبقولها بلساني، لازم أترجمها في حياتي العملية. بنقول في محبة، لازم المحبة دي تبان للجيران، للأقارب، للأعداء، للبعيدين، للمسيئين إلينا، قبل ما تكون للمحسنين إلينا. هي دي المحبة العاملة، مش المحبة باللسان. معلمنا يعقوب برضه يقول لنا يا أولادي لا تحبوا لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. ده السلوك في طريق الكمال. بيقول لنا الكتاب المقدس من لا يحب أخاه لا يعرف الله. تمام، إزاي أنا أقول له يا رب أنا بحبك والله محبة، وأنا بحبك يا رب وأبادلك الحب، وأنا لا أحب أخايا، أخويا اللي أنا بشوفه كل يوم، وربنا اللي في السماء اللي أنا مش شايفه أفضل أقول له أنا بحبك يا رب وأصلي وأقول له بحبك، يبقى أنا إنسان كاذب وليس الحق فيا. الإنسان الذي يسير بالكمال هو اللي بيترجم وصية ربنا إلى حقيقة وتعامل مع الناس. تمام، الحقيقة الوقت الجميل الروحي دايما بيخلص بسرعة. أنا بشكرك جدا باشمهندس مور أسامي الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالمطرية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك يا أستاذ ماريكت. بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، ونتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم واستمتعتم بحلقتنا النهاردة، وبشكر ضيوفنا وبشكر زميلتي سالي اللي شاركونا في حلقة النهاردة. وإعادة هذه الحلقة هتكون يوم الخميس القادم الساعة 2 ظهرا. نشوفكم يوم الأربعاء وحلقة جديدة ومن يجد. We'll be right back.